وهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمامنا يوكل شخصا يلحن في قراءته، وفي بعض الأحيان هذا الوكيل يقرأ من المصحف في الفريضة، وهناك من جماعة المسجد من هو حافظ للقرآن، فما حكم فعل إمامنا؟ وهل فعل هذا الوكيل وقراءته من المصحف في الفريضة جائز؟ لا يجوز له أن يوكل من لا يحسن القراءة، لا يجوز له هذا، لا يوكل إلا من يحسن القراءة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. فنبهوه على هذا، نبهوه على هذا. فإن أبى عندكم مرجع يا أخي، روحوا لوزارة شؤون المساجد واذكروا له هذا الفعل، والمسؤولين عن المساجد هم الذين يحضرونه وتفاهمون معه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.